قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي والسباقي هذا الصباح لسن الكبار سن الحولي وسن الزمول. تابعنا شوط المحليات وشوط المحليات ذهب مع مزنة لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي صاحبة الرموز الاثنين في سن الإذاعة على أرضية ميدان الشحانية اليوم مع الكبار تخطف المركز الأول في المركز الأول. وها هو الشوط الثاني والشوط الثاني يعتبر الشوط الاول للحول المهجنات الاصايل مباشره. نسير بكم مع مقدمه هذا الشوط ارى فن على المقدمه للسيد هلال بن حربي بن هلال الخيلي على مقدمه هذا الشوط. وفي المركز الثاني عنيده للسيد فهد للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الثالث عفوا للسيد ناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. وفي المركز الرابع الظبي للسيد راشد بن خميس بن كراز السبوسي. وفي المركز نشوف المركز الخامس بداية للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الساتة شديدة للسيد غانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري. وفي المركز السابع الشاهينية للسيد راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. وفي المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن حلوة للسيد مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي. وفي المركز التاسع هنا أساطير في المركز التاسع في هذه اللحظة للسيد سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. وفي المركز العاشر هذه السولعية للسيد شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. هذه النتيجة هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط ولا زالت على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. لكن حصل تغيير من سعفة بدأت تسعف الأمور لصالحها في هذه اللحظات. ها هي سعفة للسيد ناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري تغير إلى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني عنيدة في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. وصلت بداية ولا عندها نهاية طيبة. بداية يا سلام بداية بدون نهاية دائما تجدد حروف من ذهب في هذا العالم عالم السباقات الهجن كما بدت. وهي الآن مع الكبار وهي من أحد الكبار أيضا صاحبة الإنجازات العديدة صاحبة المنافسات في الأشواط الرئيسية صاحبة سيارات. بدت الآن بداية على المركز الثاني بشعار صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الثاني فن للسيد هلال بن حربي بن هلال الهيلي. وفي المركز الرابع عنيدة للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري تغير إلى المركز الثالث. المركز الخامس شديدة للسيد غانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري. وفي المركز السادس الظبي للسيد راشد بن خميس بن كراز السبوسي. وفي المركز السابع الشاهينية للسيد راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. وفي المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات حلوة للسيد مكتوم بن علي بالشيبة السبوسي. وفي المركز العاشر أساطير للسيد سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. هذه النتيجة والأمور لا زالت من صالح سعفة تبى تسلم على هل الشحانية. يا سلام يا بن حباب على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه سعفة
حفا في هذا اليوم وفي هذا الشوط. الشوط الأول للحول المهجنات العصايل بقيادة اسعفة على مقدمة هذا الشوط للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. يا سلام، نقوى من الحول المهجنات يتلاقن في هذا الشوط. كل واحدة لها انجاز، كل واحدة لها انجاز وجماهير. شوط ممتع عنيد لها سبق هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الموسم. مركاضين شفناها تاخذ المركز الأول من الستة ومن الثمانية ومن الثمانية، واليوم أيضا هنا مع الكبار عنيدة وهي أحد الكبار للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. بداية في المركز الثالث للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الرابع شديدة للسيد غانم بن مسمر بن غانم بالقوبع المنصوري، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد رايد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، وفي المركز السادس فن في المركز السادس للسيد هلال للسيد حربي بن هلال الخيلي، وفي المركز السابع وصلت حلوة. حلوة يا بن حلوة، يا سلام بنقول حلوة يا الشيبة يا بن علي يا السبوسي، حرك حلوة. حلوة للسيد مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي على المركز السابع، وفي المركز الثامن الظبي للسيد رايد بن خميس بن كراز السبوسي. المركز التاسع أساطير في المركز التاسع في هذه اللحظات للسيد سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. هذه النتيجة. نرجع إلى الصراع، صراع تلغائي بدون أي أوامر من الملاك والمضمرين. لا زال الركض تلغائي حتى هذه اللحظات. التغيير من الجانب الثاني، يا سلام يا سلام، عنيدة عند حزام الغابات تغير إلى مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. أهل الدمام يتابعون أداء عنيدة على الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. يبون السلام، يبون سلام صباحي من ميدان المرموم. المرقم متواجدين أيضا أهداء تمزنا في الشوط الأول، وهنا بداية يراقبون أداء بداية بشعار صعب المضمرين. يا السلام للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الثالث اسعفه للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، وفي المركز الرابع شديدة للسيد غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد رايد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. يا سلام، خمسة على المقدمة، خمسة على ثمانية. يا سلام، والاتجاه إلى وين؟ إلى بوابة العبور إلى المنصة الرئيسية. يا سلام، ردة اسعفة على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. تغير من مركز إلى مركز، تتجول وهي قادمة من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا المركز، المركز التمهيدي والتجهيز لمركز الأمير الوالد في دولة قطر. ردت عنيدة، ردت عنيدة الآن معاندة عنيدة، تبى الفوز، تبى الناموس وعصاتها في الأبطان. يا سلام يا أبو فهيد على هذا الأداء، الشعار الجلمودي على مقدمة هذا الشوط مع عنيدة للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الثاني شديد للسيد غانم بن مسمر بالقوبع المنصوري، ظهرت الشدة من شديدة. يا سلام، المركز الثالث، بداية في المركز الثالث للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. الشاهينية قادمة، قادمة للسيد راشد بن سعيد بالغافرية الفلوسي. وفي المركز الخامس، لكن سعفة، ردت سعفة إلى المركز الثاني. الصراع شديد ومرير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، يتبادل الحول صاحبات الخبرة صاحبات الإنجاز، يتبادل المراكز تلغائي بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. يا سلام، اسعفة على المقدمة للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. بداية في المركز الثاني للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. عنيدة في المركز الثالث للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. وفي المركز الخامس
حلوة وصلت للسيد مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي. يا سلام يا سلام يا سلام، دخلنا الكيلو المتر الأخير بقيادة بداية 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 تغير إلى مقدمة هذا الشوط. لاحق مزنة لاحق مزنة وتكبر ذر مزنة على مقدمة هذا الشوط رفيقته وزميلته. يا سلام، لكن عنيدة تتدخل تتدخل عنيدة بشعار الجلمودي وحلوة قادمة. بداية بداية عنيدة حلوة حلوة. يا سلام، عنيدة عنيدة على المقدمة، معاندة عنيدة بشعار الجلمودي بشعار السيد علي بن فهد بن طحنون الهجري. ركز يا علي ركز يا علي، بنقول السلامات إلى أهل الدمام. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. دائما تعرف طريق الفوز، تعرف طريق الناموس، تعرف طريق السلامات. ها هي عنيدة بشعار الجلمودي بشعار علي بن فهد بن طحنون الهاجري. بنقول سلام 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 عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، وأسعد الله صباحكم يا أهل الدمام على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه عنيدة. تهانينا للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري، تهانينا للسيد مسعود بن طحنون الهاجري، تهانينا الفهد بن طحنون الهاجري على فوز عنيدة بالمركز الأول. المركز الثاني بداية للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث أساطير للسيد سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. المركز الرابع سعفة للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. المركز الخامس اللي في المركز الخامس الذهيبة للسيد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي. هذه النتيجة هذه النتيجة، وها هي عنيدة صاحبة العناد صاحبة الفوز صاحبة الناموس. يا سلام، كل ما يجيلها أسبوع كسرت توقيتها. يا سلام، نحن في أشواط التجهيز الذي تسبق الختاميات. ها هي عنيدة 12 دقيقة 52 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن فهد بن طحنون الهاجري. سلام يا الدمام سلام، الذي وصلت في المركز الثاني. بداية في المركز الثاني، نشوف بداية ساعة وصولها إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الثمانية كيلومتر في زمن وغدرة 12 دقيقة 56 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، والذي وصلت في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث أساطير، وصلت في المركز الثالث. ها هي أساطير 13 دقيقة 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن علي بن سعيد البريصي المري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز مع سن الحولي والزمول سن الكبار. والآن الميكروفون يعود لزميلي سفاح الشمري.